بين مصر وجمهورية جنوب إفريقيا، والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال. وتشرفنا باستضافة الزعيم الراحل العظيم نيلسون مانديلا بالقاهرة خلال سنوات النضال في ستينيات القرن الماضي، مرورا بمراحل التحول الديمقراطي منذ التسعينات وحتى الآن. لقد أجرينا اليوم مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة تناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتوافقنا على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى التعاون الاستراتيجي بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية. كما تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم. أما على صعيد الأوضاع الإقليمية، فقد استمعت لرؤية فخامة الرئيس سيريل رامافوزا حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، وتوافقنا على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة، وتفعيل خطة إسكات البنادق في إفريقيا ودفع جهود التنمية والبنية التحتية، وهو ما يأتي في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي والتي ستعقبها رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا في العام القادم. وقد اتفقنا كذلك على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية، وبما يتسق مع السياق الواقعي والعملي لدول قارتنا. كما أكدنا حرصنا على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الإفريقية من خلال التفعيل الجاد لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ. كما اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجمهورية جنوب إفريقيا في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومختلف المنظمات، بما من شأنه تحقيق مصلحة قارتنا الإفريقية. وفي الختام، أود أن أؤكد ما اتسم به اللقاء من تفاعل إيجابي وصريح. سعدت خلاله بالاستماع لوجهة نظر أخي الرئيس رامافوزا في مختلف المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية. فخامة الرئيس رامافوزا، لقد أسعدني لقاؤكم اليوم، وأنني أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لجمهورية جنوب إفريقيا كل الخير والاستقرار والرفاهية. واسمح لي فخامة الرئيس أن أعرب عن وقوفنا إلى دولتكم في الظروف التي تمر بها جنوب إفريقيا اليوم من أحوال الأمطار والفيضانات التي تمر بها، والتي أثرت على الحياة العامة في جنوب إفريقيا. نحن معكم فخامة الرئيس في هذا الأمر، واسمح لي فخامة الرئيس أن أنا يعني أنتهز الفرصة ديت أن أنا أكد لك على تهنئتنا بفوز دولة جنوب إفريقيا للمرة الثالثة ببطولة العالم للرجبي، وبرضو اسمح لي فخامة الرئيس أن أنا أهنئكم بعيد ميلادكم. كل عام وانتم طيبين فخامة الرئيس، وزي ما اتفقنا على نحن نتطلع ونتحرك في اتجاه علاقة استراتيجية شاملة بين البلدين. اسمح لي فخامة الرئيس أن أنا أعطي لك الكلمة فلتتفضل. Your Excellency President al-Sisi. Honorable ministers from both countries, Egypt and South Africa, ladies and gentlemen and members of the media, on behalf of our delegation from South Africa, I wish to express my profound gratitude to the President for the very
generous manner in which you have welcomed us. لكرم الضيافة. Our visit has offered us إن زيارتنا what I see as an opportunity قد وفرت to لنا فرصة the strong bonds لتجديد between our two countries. الصلة الوثيقة بين الدولتين. President Sisi and I have concluded فخامة الرئيس السيسي وأنا and fruitful talks قد قمنا that have covered a number بدخول of areas. في عدة مباحثات بخصوص عدة مجالات and deepening our فيما يتعلق بتعميق علاقاتنا الثنائية. During these talks that وأثناء هذه المحادثات والمباحثات اتفقنا على أن نرتقي بعلاقتنا إلى مستوى استراتيجي خاص في عدة مجالات من التعاون تحديداً. وهذه النقاشات والمحادثات تمت بصورة صريحة وتتسم بالشفافية والالتزام من جانب الطرفين اللذين يسعيان إلى شراكة أصيلة وذكية. أود أن أخبر الرئيس السيسي بأن هذه الزيارة هي احتفال وتأكيد على تاريخ التضامن الذي يتشاركه Also indicated that the people of South Africa كما أننا أكدنا على أن الشعب جنوب أفريقيا دائما سيشعر بالامتنان للدعم اللامتناهي الذي نتلقاه من حكومة مصر وشعبها, وخاصة في أيام الكفاح. نذكر أن أول رئيس لدولتنا الديمقراطية الرئيس الراحل نيلسون مانديلا جاء إلى مصر وتم استقباله بصورة حافلة, ونحن نعرف ونعلن أن هذا الأمر قد ساعدنا على تحقيق حريتنا. لقد ساعدنا المصريون كثيرا في الوصول إلى حريتنا. أثناء المحادثات قمنا بتغطية العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية, وأشرنا إلى زيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية بين دولتين, وذلك يتضمن الشراكات المتنامية بين الشركات المصرية وجنوب أفريقيا. ولكننا أيضا أشرنا إلى أننا لابد أن نتخذ من هذه الشراكة منصة للوصول إلى المزيد من تعظيم الشراكات الاقتصادية والتجارية بين دولتين, لأن المستوى الحالي هو متواضع ولكننا يمكننا التعظيم منه كثيرا بالنسبة للعديد من المنتجات. كما أننا أيضا لابد أن ننظر إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية كأداة مهمة تتيح لنا التبادل التجاري بصورة أكبر. لقد ركزنا على التحديات الخاصة بالسلم والأمن الدوليين والإقليميين, وتبادلنا الآراء فيما يختص بذلك. كما عبرنا عن مخاوفنا فيما يتعلق ببعض التحديات التي تواجهها بعض الدول الشقيقة في القارة الإفريقية وفي منطقة الخليج أيضا. وفيما يختص بهذا الأمر أكدنا على التزامنا بالعمل فيما يتعلق بحفظ السلام واستمرار التنمية في قارتنا وفي العالم أجمع. لقد أكدت لفخامة الرئيس أن جنوب إفريقيا ملتزمة بمبادئ التضامن والوحدة الإفريقية, ولقد هنأنا فخامة الرئيس السيسي على الطريقة الرائعة التي قاد بها قارتنا بوصف فخامته رئيسا للاتحاد الإفريقي. ونحن ندعو إلى المزيد من التعاون بين جنوب إفريقيا وكل الدول الإفريقية فيما يتعلق بالسلام والأمن.
وقد اتفقنا على أننا سوف نستكمل مساعينا نحو تحقيق خطة إفريقيا 2020 لإسكات النهضة. أما بالنسبة للجبهة الدولية فقد أكدنا على آرائنا المشتركة فيما يتعلق بدعم المقاربة مقاربة متعددة الأطراف وأيضا أن تكون مصالح العالم النامي نصب أعيننا. لقد أكدنا على أن يكون هناك تنامي لنظام الحوكمة وخاصة فيما يتعلق بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يكون أكثر تمثيلا لجميع مناطق العالم. وختاما أكدنا على أهمية علاقاتنا السياسية والتاريخية وقد أعلنا عن التزامنا للعمل سويا لتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والأكاديمية والاقتصادية بالإضافة إلى السياحية بين دولتينا. نود أن نرى المزيد والمزيد من المصريين في زيارات لجنوب إفريقيا والمزيد من مواطني جنوب إفريقيا في زيارات لمصر. من خلال هذه الزيارات سوف نتمكن من أن يكون هناك تواصل أكبر بين الشعبين وهو شيء شديد الأهمية لدولتين ذات موقع استراتيجي في الشمال وفي الجنوب. فخامة الرئيس السيسي دعني مرة أخرى أشكر فخامتك والحكومة المصرية على كرم الضيافة الذي أمطرتمونا به في بلدكم الرائعة. إن مصر وجنوب إفريقيا هما أجمل بلدين في العالم ونحن سعداء بوجودنا في دولة جميلة أخرى. لنسعى دائما إلى تحقيق حلم الطريق بين كيب تاون والقاهرة. نحن نحلم بأن يكون هناك خط سكة حديد يربط بين مدينة كيب تاون والقاهرة ونرجو أن نتمكن من أن نحقق هذا الحلم في حياتنا. وبذلك أود أن أشكر فخامتك على سماحك لنا بزيارة دولتك الجميلة ونتمنى أن تستمر علاقتنا الجميلة بين بلدينا. شكرا جزيلا.